طيب خلينا بس نبدأ حلقتنا يعني الحقيقة موضوع مهم، حيث أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس 25 أكتوبر الخميس عن خالص التعازي للمملكة الهاشمية الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا السيول التي ضربت منطقة البحر الميت، مما أسفر عن وفاة 18 مواطن من بينهم أطفال وإصابة عدد آخر فضلا عن عدد من المفقودين. وقدمت مصر خالص التعازي لأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء للمصابين ومؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الأردن الشقيق في تلك المحنة. أكد البيان على مواصلة مصر متابعة الموقف واستمرار الاتصالات مع الأشقاء في الأردن، كما أعرب البيان أيضا عن ثقة مصر في تجاوز الأردن لتلك الأزمة. ذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اتصل مساء أمس بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث أعرب سيادته عن خالص تعازي لجلالة الملك ولحكومة وشعب الأردن الشقيق في ضحايا سيول منطقة البحر الميت، مؤكدا سيادته على تقديم مصر كل العون المطلوب وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة الأردن الشقيق لتجاوز تلك الأزمة. خالص تعازينا للشعب الأردني الشقيق. وطبعا يعني كما ذكر في البيان، مصر واقفة جنب شقيقتها الأردن حكومة وشعبا لمؤازرتهم في تلك الأزمة. خالص تعازينا طبعا لأسر الضحايا، وإن شاء الله المصابين نتمنى لهم الشفاء العاجل.